احنا مجتمعنا صار مجرد عايش بالماضي وحياتنا كلها متعطله على اليوم ولاده واليوم وفاه واليوم ولاده واليوم وفاه، عايشين بالماضي ما عندنا لا حاضر ولا مستقبل. اخواني ركزوا في كلمه ام علي، والله كلمه دقيقه. مئات القصص حتى كتب عندنا كتب مؤلفه على هاي الشغلات، يعني يصعدون على المنبر يكذبون على الناس، يعني لان بعض الشغلات لما يعني مثلا ينشروها فد منشور واقراها انصدم، يعني ما اقلها، يعني الانسان اللي يحترم عقله ما يقبلها. يعني وين حنا وين انتو؟ حنا مع القرآن ومع الله ومع المساجد مع الإسلام، وانتو قبور ونذور الطامة وسوالف تاريخية، أي حياة تعبانة انتو عايشينها والله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معاكم المهتدية من العراق أم علي. يا أهلاً ومرحباً، حياكم الله يا أم علي. قبل لا تكلمين أنا أخاف عليكم والله. أنا ما ودي تكلمين رغم أن هذا يفيد يعني وينفع الناس، لكن أنت في أمان يا أم علي عشان تتكلمين ولا ما أنت في أمان؟ إن شاء الله الأمان من الله سبحانه وتعالى. زين لا تتجاوزين أي معلومة تؤدي إلى معرفة أم علي، تفضلي. إن شاء الله شيخنا. طبعا موضوعكم اليوم عن خطباء الحسينيات وما أدراك ما الخطباء. شيخنا احنا هنا تعرف شي يسموهم بالعراق؟ ايه يسموهم خدام الحسين وخدام الزهراء، ما ادري من هذا المصطلح جايبيه، يعني ما اعرف يعني هو وين الحسين يعني وين هالزهراء على مود يخلوهم خدام، يعني ما ادري شنو هاي من جايبيه هذا المصطلح، ما ادري متعارف يعني هذا المصطلح كلش متعارف عندنا بالعراق. يعني عجيب غريب. اي نعم شيخنا، هؤلاء اللي يسمون نفسهم يعني خطباء المنبر والمفروض هم يعني يقدمون نفع للناس يفيدوهم وينفعوهم، هؤلاء ما يصعدون للمنبر الا وتكون غايتهم وهدفهم انه يبتون الناس، انه الناس تبكي، هذا يعني هذا اهم شيء عندهم انه الناس تبكي. نعم زين، لان يعني والدليل على ذلك انه هم مع الاسف ما فادوا الناس، يعني الناس مع الأسف يعني في جهل، يعني في جهل يعني كبير. زين على الرغم إن هم يحضرون هاي يعني المنابر وفلان يعني يصير ازدحام لمن فلان اليوم راح يصعد عن منبر وفتش يصير هوسة ويروحون وكذا، الغرض فقط هو إنه يبكوهم طبعا ويعني ما أعرف شو أقول لك، يمكن يعني في اعتقادهم يعني مسوينهم في الاعتقاد إنه هم اللي فهمت أنا يعني شيخنا اللي فهمت أنه هم حتى يجوزون لنفسهم الكذب باعتبار أنه الغاية تبرر الوسيلة هيك يعني. الآن في زماننا موجودين لهم بلي، الآن أصعد أنت تقول له بابا هذا اللي تقوله أنت تقرأ مصيبة الحسين هذا ما بأصل، يقول لا 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 لأجل الإبكاء أعم من أن يكون إلى واقع أو ما إلى شنو، ما إلى واقع أصلا. الهدف شنو هو؟ إبكاء الناس، من أبكى مطلق أبكى عن واقع أو عن غير واقع. شيخنا هاي يعني عشرات وربما مئات القصص حتى كتب عندنا كتب مؤلفة على هاي الشغلات، يعني يصعدون على المنبر يكذبون على الناس، يعني سبحان الله يعني قصص يعني عجيبة غريبة. زين طيب أختي الكريمة، الهداية متى كانت؟ والله يا شيخنا أنا تقريب صار لأكثر من 10 سنوات يعني اللي تصير يعني أبد ما أقتنع بيها، يعني ما يعني أقتنع بيها فيعني يعني الظروف يعني صارت كذا وكذا، بس يعني أعلنتها هسه من قمت أتابع برنامجكم يعني جزاكم الله خير ويعني برامج المشابهة إلى زين لقيت أجوبة. يعني إحنا هنا عوامل الشيعة هنا يعني مثلا ها كتب الكوليني وكذا وغيرها، شيخنا هذه ما يعني حصلوها عوامل الشيعة، هم عدهم يعني يعني لما قمت أتابع برامجكم وتطلعون هاي الشغلات يعني أنصعق أتعجب، يعني أقول معقولة إحنا كتبنا هاي بيها هاي الشغلات، يعني لأن بعض الشغلات لما يعني مثلا ينشروها فد منشور وأقراها أنصدم، يعني ما أقلها، يعني الإنسان اللي يحترم عقله ما يقبلها. يعني على سبيل المثال خاف أطول عليك شيخنا، أكو قصة مرة يعني همات على الناس عدهم يعني وحتى حكتها واحدة من قريباتي، قلت لك شلون تصدقين بيها؟ الحيوان البومة هاي الطائر البومة هاي يقول لك ليش، يقول لك ليش صارت تسكن شلون الخرائب، هاي كانت تعيش في القصور بس لمن انقتل الحسين ابن علي وشافت هاي المصيبة حزنت، ولأنه هي حزنت ها فيعني اعتراضا على هذا الشيء راحت قامت تسكن الخرائب، يعني
تنقلد على البومة، وهي الطير الوحيد الذي يبكي الحسين صباحا ومساء. البومة قبل مقتل الحسين كانت ويا الناس حال حال الطيور. إن البوم كان حيوانا أليف يعيش بين الناس، وكان موجودا في البيوت وبالأخص القصور. لكن لما قتل الحسين خاطبت الناس، قالت: لم يؤمن ابن رسول الله بينكم، أأمنكم على نفسي؟ فرأى كيف قتل الناس الحسين عليه السلام فكره الناس وترك الدور واتخذ الخرابات مسكنا. أنا أألف الخراب، قالت أألف الخراب وأكون بعيدة عن هالمجتمع. وهاي الناس تصدقها وتتداولها وكذا، وعن منبر وغير المنبر يعني، وغيرها من القصص المشابهة يعني. يعني هم عبارة، شو أقول لك، شفنا عبارة عن قصاصين، هم يصعدون عن منبر يقصون للناس هاي السوالف، وهاي يا مكثرها. والفكرة الثانية شنو يعني، اللي هي مثلاً بعقيدة العوام من الناس، شفنا حتى من يصعدون عن منبر، شو يقوله فلان كان شاب، هذا شان يصلي ويصوم وعنده يعني معاصي هواي وكذا، بس لأنه كان يشارك بهاي شغلات صراحة تجينا ما شاء الله يعني أيام محرم وصفر العجائب. هذا لأن كان مدري شو يسوي ويا الناس هاي اللي تروح تلطم، ماكو شافوه، ما أدري شلون شافوه بالجنة، مدري شافوه مدري شو، ورؤى ومنامات، كان كوارث مصايب يعني عندنا. أحد المراجع سمعته بإذني نام في عالم، أنا ما أسولف بس هاي رواية حقيقية، منام صادق مثل الوحي. يقول نام عالم الرؤى شاف أمين المؤمنين، قال له يا أبا الحسن هذا هواية ثاني، أخذ حقي. قال له سامحني ما أقدر أخذ حقك. قال هذا في اليوم كان يمشي على نهر، وإذا تذكر الحسين نزلت الدمعة، هاي الدمعة عندنا محسوبة ما أقدر أذيه. انتبهوا للقصة، لأن الدمعة، الدمعة ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض. فهاي شوف حتى الناس عندنا يسوون معاصي، مثلا ما يلتزمون بصومهم وصلاتهم وكذا، ليش عندهم؟ انت من تروح جوا المنبر وتبكي راح كل ذنوبك تنغفر، هذا اللي قالوه لهم، هيك عندهم صحيح. اي لا لا، هو هذا الشيء يعني هذا الشيء عندنا من الاشياء المعروفه قد كل الناس، عامه الناس. انا اليوم بكيت بمنبر، حتى النساء يعني، احنا النساء هنا اماتين تجي يعني، هذا قسم انا من معارفه فتشي، ليش ما تسوين العفو مجالس بالبيت؟ أقول لهم ليش؟ يقولوا لي مو هذا ذكر الحسين بركة. قلت لهم زين هو الحسين، زين هذا المجلس من أسوي؟ أجيب وحدة تحكي حكي عادي يعني، زين البركة بحكي الناس هذا؟ لو زين القرآن وين صار؟ زين هو الحسين انقتل للبركة؟ فهم هيك الإمام من الحسين انقتل وقدم ما قدم على مود هم يتبركون ويبكون عليه والله يغفر ذنوبهم، هيك يعني، هاي العقيده اللي عندهم هم. اذا اختنا الكريمه، يعني تستطيعين ان تقولي ان سبب ضلال عوام الشيعة هم اصحاب العمام المنبر، منابرهم، منابر الحسينيات، يدون شك دون شك ولا ريب شيخنا. وزين مثلا اهل العمائم اكو مثلا اكبر منهم مثلا مرتبه، اللي هم المراجع يسمون نفسهم، زين المراجع ليش ما يردون عليهم؟ ليش ما تردون عليهم؟ مو اذا من اللي علمهم عندهم المعممين ذول اللي على المنابر ضحايا المراجع تحت يعني. وشيخنا مثلا احنا هم اكو حديث يعني، حتى هم يعرفوا اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه، زين ايش تتنطرون بعد اكثر من هاي البدع يعني؟ يا اختي الكريمه، اول من اظهر الشرك والدعوه اليه المرجع هو الذي اسس الشرك، فقلده المعمم ثم العوام اخذوا من المعمم، المشكلة في المرجع. اي نعم، والمفروض هم يتصدون يقولون للناس انه هذا الشيء اللي تسويته غلط، انتو كذا، مع الاسف ماكو يعني، وخاصة هاي من غير هذا اللي يصعد لك على المنبر وقال لك اه يا زينب وخلى الناس تبكي يعني. اتذكر قرأت، خاف اطول عليك شيخنا، هماتين مع الاسف هو الناس يعني حتى هم مستفيدين من جهل الناس، يعني من مصلحتهم الناس جهال على مود هم. طبعا حتى هاي لمن يصعد على المنبر مو كان يصعد ببلاش، لا يصعد فلوس فلوس يعني، يطلب فلوس فلوس يعني غيرهم، حتى ذولا هسه عندنا عناوين يعني، ذولا العناوين الكبار اللي يسووا لهم هاي الحسينيات الكبيره، ذولا ما يجون هيك ببلاش، بفلوس ياخذون فلوس يصعدون على المنبر. حتى على مستوى النساء تاخذ فلوس، تاخذ فلوس على مود حتى المراه تجيبها الملايه، اي حتى النساء اي حتى الملايه رحم الله والديه، حتى الملاية عندكم في الحريم، الحريم في رادودات؟ اي عندنا، اي لعد هو شنو الملايات تقعد هي تنعى وتبكي للنسوان والنسوان يبكن،
ومثل ما طلعن مثل ما طبن، لا موعظة ولا كذا ولا، والناس يعني ما أعرف ناس هي مستمتعة أنه بس تبكي، ما أدري يعني عندهم شغلة ضايجين من عندها ويجون للمجلس يبكون، أنا نفسهم قام يضوجون من عندي يقول ها تشوعية وكذا، أنا همات موظفة أنا، فمرات لما نحكي لهم يعني ما يصير هيك شيء مثلا، ترى الحسين ما قتل على مود نبكي عليه، ما بحاجتنا، هو أدى دوره وقصة حياته وراح يعني الله سبحانه وتعالى راح يجازيه على العمل، إحنا المفروض إحنا نعرف حياتنا نستفيد من عدة، إحنا دول الصالحين نستفيد من حياتهم المفروض. قام يضوجون من يعني من عدة قسم يعني على رقم قسم موظفات قسم من بقلون بعد تحكين يعني، وهذا طبعاً قبل كم سنة سكتت يعني، قبل كم سنة أني حتى مرة طالبات عدي حكوا على شغلة التطبير، ف يعني قلت لهم ما يصير هيك وماما يعني وكذا وهاي، ورد كم يوم يجوني يقولوا للمدرسه قالوا لي احنا جايك انت شلون تحكين على التطبير والشعائر، شلون تحكيتي زين، فيعني دول جهلاء ناس مدعوين من الاكبر من عندهم يعني مستفيدين الشيعة. يا اختنا الكريمه إيه؟ يا اختنا الكريمه الشيعة ضحايا المعممين، العقل الشيعي مسيطر عليه المنبر، منبر الحسينية هو الذي يوجهه، هو الذي يغرس فيه المعلومة والضلالة وكل ما عنده في الحسينية، لا هو متعلم ولا عارف قرآن لا عارف سنة لا عارف توحيد، ما يعرفون ما يعرفون هذا الواقع، ما يعرفون شيخ. نحن هنا مأساة القرآن هنا، وهاي المسألة مات المنابر يصعدون شحتوا لهم بس شغلات من الماضي، إحنا مجتمعنا صار مجرد عايش بالماضي يعني، هسه إحنا غير مناسبات يعني ولادة فلان إمام واليوم توفى واليوم مات ومدرو شنو، هذا حياتنا كلها متعطلة على اليوم ولادة واليوم وفاة واليوم ولادة واليوم وفاة، عايشين بالماضي ما عندنا لا حاضر ولا مستقبل. لحظة يا أم علي، لحظة إخواني ركزوا في كلمة أم علي، والله كلمة دقيقة تقول إحنا مو عايشين في الحاضر، يعني المفترض أن المعمم يطلع على المنبر ويتكلم عن ظروف الناس اللي محتاجينها وإصلاحها، ويعني مثلا موضوع تربية الأبناء، موضوع الطلاق وخطورته في المجتمع، موضوعات من هذا القبيل، موضوعات كيف تقترب من الله عز وجل، كيف تكون عابدا لله عز وجل، كيف تستطيع قيام الليل إلى آخره، التكافل الاجتماعي، لا 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 كلامه مثل ما ذكرت الأخت التاريخ. لا إحنا يعني والدليل إنه الناس زين مثلا دول لما نصدق هم نيتهم لله ويصعدون عن منبر زين، من يصعدون عن منبر ويوعون الناس المفروض غير الناس مثلا تتعلم من عندهم، ماكو إحنا يعني كلها خرافات. فاقد الشيء لا يعطي يا أم علي، فاقد الشيء لا يعطيه. أي يعني مع الأسف، وقلت لكم شلون هاقول استخف فرعون قومه فأطاعوه مضمون الآية، هم مستخفين الناس لمصلحتهم مستفيدين فلوس والناس تبوس بديهم وتقبلهم وتتبرك بيهم وكذا، مع الأسف يعني شغلة يعني كارثة يعني. وقلت لك مثل ما قلت لك بداية كلامي يسموهم دولة خدام الحسين هذول فلان يعني، وحتى هم ما ينظرون نفسهم إحنا ما أدري يمكن مصدقين نفسهم هم يعني انه يعني خدام الحسين، والى ان مصدقين الفلوس سمعنا يعني مصدقين الفلوس اللي جيهم يا ام علي. اي عندنا ملالي نساء هن ذني الملالي ذني هاي ما تقبل تطلع مثلا، انا قلوا لي ما جايبتن ولا هذا يعني من زمان انا ما عندي هاي الشغله، فش اسمه يسولفوا يقول فلانه ما تطلع الا تريد هالقد فلوس، واذا يعني اذا ما طوها تتعارك وكذا شو ما تطوني تريد تطلب يعني مبلغ من المال الملايه. اي تطلب مبلغ من المال، انا هاي يعني من نساء منا ومنا يسولف لي فلانه جبناها وكذا، فقسم لا تعترض يعني انت لازم تعطوني هالقد فلوس اريد يعني هالقد فلوس انا زين، فهم لا تعرفهم زين تصدق لما انتم خدام تطلبون فلوس يعني خدام مفارقات وشغلات، والجهل انتشر عندنا يعني، والشاعر شلون احنا عندنا يقول واذا ما الجهل خيم في بلاد رايت اسودها مسخت للاسف يعني قرودة يعني احنا مأساة يعني واقع حتى مثلا يعني ايه لا مو شو ما كان وشو الازدواجيه صار يعني عند الناس انه مثلا احنا نحب الحسين واحنا نحب اهل البيت، بس يعني كمثلا انت من تحب اهل البيت وتحب الصالحين وكذا تغير تمشي على طريقهم، لا والله مره واحد قال يقول نقول واحد موظف بدائره زين
يقول ايش سوى، سرق الزوالي مات الدائرة، المفارش مات الدائرة، سرقها وحطها ببيت وسوى قراية عزم الناس، يقول رحنا لقينا فارشها ببيته. يعني شوف الازدواجية هاي مالته، يعني زلعت شنو الفايدة انت تسوي؟ يعني الازدواجية عجيبة، يعني عجيبة دي مفصول، يعني مفصول عن القيم، مفصول عن الدين، عن التوحيد، دين كأنما خلقوا ليبكوا ويلطموا ويروحوا للقبور بس. وحتى ذا مثلا الطفل اللي صوته حلو وين يودوا؟ يودوا يقرا، يقرا على الحسين، هذا نسوي خادم للحسين يقرا، ما مثلا يعلموه مثلا يقرا قران. يعني هنا احنا عندنا ما عندنا ثقافه اطفال يتعلمون القران يحفظون القران، ما عندنا. يعني احنا يعني اذا ترجع ماكو عندنا مدرسين مستوى لغه عربيه، هو خريج كليه تربيه اداب لغه عربيه، ما يعرف يقرا قران، ما يعرف، ما يعرف شلون يقرأ قرآن. يعني واضح، واضح يا أم علي، واضح. شكر الله لك وبارك فيك على هذه المشاركة القيمة. آتفة جدا على الإطالة شيخنا، جزاك الله خير، وجزاك والله جاي نستفيد منكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. موفقة يا أختي الكريمة، موفقة حفظك الله. شكرا، ما شاء الله تبارك الله. اليوم اتصالات المهتدين في الصميم، في الصميم يا أيها الإخوة. الحمد لله رب العالمين. أختنا أشارت إلى مسألة مهمة، تقول الأطفال حتى ما يربونهم على القرآن، يربونهم على اللطم. حتى الطفل الصغير نعاي، والنعاي الصغير والرادود الصغير فلان، ويربونهم على الطريقة هذه، هالشكل يجيبون فلوس. هم يعرفون القرآن عشان يدرسون القرآن. ودي أجيب معمم من المعممين ذول اللطامة وخليه يسكن عندنا في حي سني لمدة شهر، يشوف شلون مساجدنا. العصر بعد العصر تلقى حلق القرآن للأطفال، أطفال المدارس يتحفظون القرآن، والحريم في مدارس تحفيظ القرآن يحفظون القرآن، وسنويا خريجات وخريجين لحفظ القرآن وتعلم أحكامه. وين حنا وين أنتوا؟ حنا مع القرآن ومع الله ومع المساجد مع الإسلام، وأنتوا قبور ونذور الطامة وسوالف تاريخية. أي حياة تعبانة أنتوا عايشينها والله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.